الحمد لله. يعني بقول لك محمود الليث الفنان المحترم بيقول لي اي حد بيتمنى يغني على مزمار. ما هو الموضوع اللي انا بخدم المطرب، لازم اخدم المطرب اللي قدام طبعا، لازم المعه، لازم دي ما انا شغال وراه. يعني انتوا كملتوا بعد كده، لازم انا شغال وراه. دي ميزه في عبد السلام حبيبي، ان هو اي لو يعني بص اقول لك، لو حتى طالع عليه مطرب، لو مؤاخذه في الكلمه كل المطربين فوق دماغنا، لو طالع عليه مطرب على قده عبد السلام بيشيله لازم حقيقي. عشان شغل انا الاول برضه طبعا، لان الله اكبر هو يعتبر يعني عبد السلام من احسن، يعني هو احسن فرقه في مصر دلوقتي حبيبي ربنا. وهو يعتبر يعني بعد احترامي للناس بتوع المزيكا كلهم، عبد السلام رقم واحد حقيقي. لا فرح يا شاكوش، فدي مش حاجه ما تزعلش حد. لما بيدخل فرح بص، مش عايز اقول لك، عايز بقى ساحه، عايز شادر بجد. انا شفت افراح كتيره الافراح واصدقائي كانوا بيدعوني، بس طبعا ما شاء الله بيبقى الافراح كبيره عندنا قوي كلم. فلما بيطلع عليه مطرب فالضحكه ومش عارف والهزار والكلام ده حقيقي، فبيدي ثقه لل لا للهيغني للي هيغني، زي المدرب كده لما بيبقى لعيب نازل ماتش خايف. الابتسامه الجميله والروح الحلوه لازم. انا خلوني انا عشت معاكم. ايوه انا قاعد عمال اول مره ترقصونا بقى ولا ايه يا شاكوش؟ يمكن نرقص، هي شغلتنا كده. يمكن نرقص اسماء البهجه. اهم حاجه نفرح الناس، يجعل كل لحظاتكم واوقاتكم كلها بهجه وسعاده. ربنا ما